مشاهدينا في كل مكان، تحية طيبة لكم، أهلا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامج صوت الجزائر. هذا البرنامج الذي نخصصه لمعالجة قضايا الساعة. في هذا العدد مشاهدينا الكرام سنسلط الضوء على الوضع في اليمن، وسننقل لكم صورة حية للجانب الإنساني هناك، رفقة السيد بوزيتشناف رئيس جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية. أهلا مرحبا بك معنا أستاذ. أهلا وسهلا بكم وشاكر لكم الاستضافة، وسعيد جدا بمروري في قناة بدأت تجد لها مستمعين في الجزائر وخارج الجزائر، وسعيد جدا كذلك بتواجدي مع صوت الجزائر، وإن شاء الله تكون حلقة فيها الإفادة والاستفادة إن شاء الله. إن شاء الله. مشكور جدا أستاذ على تلبية دعوة برنامج صوت الجزائر. أردت لو نتحدث في البداية أو تحدثنا عن جمعية الأيادي البيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية هي جمعية وطنية معتمدة تعنى بالعمل الخيري والإنساني داخل الجزائر وخارج الجزائر، ومن أهدافها المذكورة في قانونها الأساسي الموجود في وزارة الداخلية هو دعم الشعبين الصحراوي والشعب الفلسطيني، وكذلك دعم الأعمال الخيرية والإنسانية في كل مكان، بمعنى أنه أينما يكون هناك محتاج فستكون جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية معه. كذلك من أهدافنا المذكورة في قانون الأساسي هو تشجيع الشباب على العمل الخيري والإنساني وتكوينهم. وأفتح لك يعني قوس بسيط، وهذا ما سنقوم به قريبا جدا، سنأخذ بإذن الله مجموعة من شباب جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية في عمل ميداني إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان قريبا جدا. نعم. ممكن بعد حوالي 3 أسابيع. فجمعية الأيادي البيضاء تعنى بالعمل الخيري والإنساني داخل الجزائر وخارج الجزائر. نعم، رائع جدا. أكيد أن جمعية الأيادي البيضاء معروفة بنشاطاتها المختلفة، لو تحدثنا أكثر عن النشاطات التي قامت بها الجمعية خلال هذه الفترة الأخيرة. سؤال وجيه على كل. نعم. بالنسبة للشق العمل الداخلي للجمعية، فعندنا احنا مكاتب ولائية تنشط مثل ما تنشط كل الجمعيات الخيرية للاستجابة ل متطلبات الناس، القليل والفقير والأرملة واليتيم وغيرها، والحمد لله أمورنا طيبة جدا. يعني مؤخرا مثلا في فيضان تيبازا بالتنسيق مع جمعية محترمة محلية في الجزائر البر والإحسان، فكانت لنا كذلك تدخلات جيدة لصالح الناس. أما خارج الوطن فبفضل الله عز وجل كان يعني عندنا كثير من الأعمال، ونخص بالذكر أرض الإسراء والمعراج وقبلة المسلمين الأولى فلسطين، حيث لنا أعمال كثيرة. ولعلمكم ومن خلالكم الشعب الجزائري أن لجمعية الأيادي البيضاء الجزائرية مركز طبي يشتغل، وعندنا مجموعة كبيرة جدا من الآبار، أكثر من 30 بئر، وكل بئر نربطه بالمدارس والمساجد والبيوت القريبة. عندنا مراكز تحلية الماء، عندنا في غزة حملات لا تكاد تتوقف، الدخول المدرسي، العيد، الشتاء مثلا. الآن نحن نحضر لحملة كبيرة باسم الشعب الجزائري في فلسطين للأضاحي، كما كنا دائما نعملها في رمضان مثلا السابق. كانت لنا حملات كبيرة جدا في باحات المسجد الأقصى المبارك، من تثبيت المرابطين وعمليات إعادة البناء لكثير من البيوت. فلعلمكم أن ملف مثلا ملف القدس في الجزائر متكفل به فرد من عندنا وعضو مكتب وطني والشيخ صالح بلفار، الذين مكلفين بالإضافة إلى ملف القدس مكلف كذلك بملف الأيتام في غزة والشؤون الاجتماعية. لنا أعمال كذلك في إفريقيا، وأنا زرت كثير مرات إفريقيا وكنا نرفع العالم الجزائري في إفريقيا. لنا الآبار والحملات المتنوعة. زرنا كذلك بورما وما أدرك ما بورما، وزرنا إخواننا الروهينجيا الذين يعانون معاناة كبيرة، ومن خلالنا وصل الخير الشعب الجزائري إلى السودان في الفيضان وفي محطة مختلفة، إلى لبنان مخيمات الفلسطيني في لبنان، إلى سوريا، إلى الأردن، إلى كثير من الأماكن الأخرى. أينما تكون هناك الحاجة
للجزائر، فنحن نتشرف أن نمثل الجزائر، وأينما نذهب نحمل معنا العلم الجزائري. وأنا شخصيا تشرفت أني دخلت غزة كثير من المرات، وأفريقيا وبورما، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل المحسنين. نعم، نتمنى لكم توفيق في عملكم هذا. خلال الفترة الأخيرة كذلك قمتم برحلة إغاثية إلى بلاد اليمن، نبدأ الحديث عن هذه الرحلة الإغاثية. الكل يعلم أن مطارات اليمن والموانئ كلها مغلقة، كيف استطاعت جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية أن تتوغل إلى، نقول على أنها منطقة محظورة؟ بارك الله فيك على هذا السؤال، لتكلم على موضوع نراه من وجهة نظرنا على الأقل في جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية أنه من واجبات الوقت، وآن الأوان للشعب الجزائري وللأمة كلها أن تعرف ما يجري في اليمن، وأن تكون لنا بصمة، ويكون لنا عمل منظم في اليمن الشقيق اللي يربطنا به التاريخ ويربطنا به الدين والعقيدة وغير ذلك. أفتح لكم قوسين أو ثلاث أقواس على السريع. أولا، اليمن دولة معروفة، دولة جميلة، دولة جذابة، فيها أكثر من 32 مليون من السكان. الآن أكثر من 22 مليون نازح، ولكن تتخيل يعني أكثر من نصف السكان هم الآن يعيشون في خيام تفتقر لأدنى أدنى أدنى متطلبات الحياة الأدمية كما سأخبركم الآن. يعني نحن كجمعية رأينا بأن خير الشعب الجزائري من خلالنا أو من خلال الجمعيات العاملة في الميدان الخيري والإنساني قد وصل لفلسطين وإفريقيا وغيرها، فالتقيت مع مجموعة من أحبابنا من اليمن، وكان يعني سؤالهم مباشر، قال أنتم كجزائريين لكم أيادي بيضاء في كل العالم، فلماذا اليمن غائبة في أجندة أعمالكم؟ فحقيقة نحن تعجبنا، يعني لم تكن لنا تلك الصورة بأن هناك أمر ما في اليمن. فمن هناك جاتنا الفكرة، عرضت الفكرة على أعضاء المكتب الوطني لجمعية الأيادي البيضاء الجزائرية، وهناك إجماع على ضرورة دخول الجمعية إلى اليمن، وهذا الذي تم. فنحن بفضل الله عز وجل أول قافلة إغاثية إنسانية جزائرية تدخل إلى اليمن، وهذا فضل من الله عز وجل بعد محاولة سابقة للدخول عبر مصر، ولكنها باءت بالفشل في آخر لحظة في فيها بعض التفاصيل يعني لا يبنى عليه أي عمل. فدخلنا مؤخرا عن طريق سلطنة عمان، يعني سافرنا من الجزائر إلى مسقط، ومن مسقط إلى صلالة في الجنوب سلطنة عمان، ومن صلالة إلى مأرب في طريق البر، طريق شاقة، طريق صعبة، تقريبا 24 ساعة تقريبا يعني في البر. مررنا بصحراء الربع الخالي في رحلة عجيبة غريبة، ولكن كنا سعداء أننا نمثل الجزائر في هذه الرحلة، لأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون لها ما بعدها. وهناك تفاصيل يعني لو تكرمت في هذه الرحلة سأحيطكم على الأقل ببعض المحاور المهمة في هذه الرحلة، ولكن في المحصلة كان عندنا هدفين في هذه الرحلة. أما الهدف الأول فهو عمل استكشافي، لأنه عندي تقارير مكتوبة ومسموعة بحكم أني رئيس جمعية خيرية، فهذه التقارير مؤلمة جدا، على كل مؤلمة أكثر مما تتصوروا، ومحتمل أننا في تحت إذا نشرت هذا اللقاء في الإنترنت سنضع الروابط تحت، وسيرى الجزائريون هول المعاناة التي يعانيها إخواننا في اليمن. إذن الهدف الأول هو كان استكشاف، والهدف الثاني طبعا هو أن نمد يد العون، فالمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشده بعضه بعضا، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فأردنا أن نقول للشعب اليمني بأن الشعب الجزائري لن يتخلى عنكم، وسيقف معكم كما وقف مع القضايا العادلة في الأمة، سواء في الصحراء الغربية أو في فلسطين أو في إفريقيا أو في بورما أو في السودان أو في كل مكان. فآن الأوان إن شاء الله أن تكون لنا أيادي بيضاء، وقبل ذلك قلوب بيضاء
نحو إخواننا في اليمن الذين لهم مكانة خاصة في قلب كل جزائري. نعم، أنا قلت في البداية أنه سنصف للمشاهد أو سننقل للمشاهد صورة حية للوضع الإنساني هناك. أستاذ بوزيد، لما وصلتم للوهلة الأولى كيف كان المنظر في بلاد اليمن؟ أكلمك وأكون صادقا معك، يعني لما أتذكر تلك اللحظات أحس بشعور الله وحده يعلم يعني. وكان معي بالمناسبة شارك معي الشيخ عبد الوهاب بن خليفة نائب رئيس الجمعية والمكلف بالإغاثة، وسبق له أن اشتغل مع الشيخ عبد الرحمن الصميط في إفريقيا وهو إضافة نوعية للجمعية، فقد يعني تشرفت حقيقة بمشاركة أخي عبد الوهاب في هذه الرحلة. وأصدقكم القول أنني لما وصلنا إلى مشارف مأرب، وهي بعيدة مأرب على منطقة الحدود بين السلطنة، سلطنة عمان واليمن، كنا نرى في كل مكان، في كل مكان كنا نرى تلك الخيام المزروعة في كل في 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 كل شبر من أراضي اليمن. هذه المناطق التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وحقيقة صدمت أنا وأخي لهول ما رأينا. كما سنحكيكم الآن في هذه المخيمات، يكفي أن نقول هناك بعض المخيمات التي فيها أكثر من 200,000 شخص، وهذه المخيمات تفتقر، وعذروني ويعذرني المشاهد الكريم، تفتقر أكرمكم الله حتى إلى مراحيض. ولك أن تتخيل أن ابنتك وأختك وزوجتك تعمل الطابور، لأن في هذه المخيمات تجد مجموعة من المخيمات وفيها بعض المراحيض أكرمكم الله الموزعة، تعمل زوجتك وبنتك الطابور حتى تقضي حاجتها البيولوجية. يعني الناس فتنت حتى في أبسط الحقوق الآدمية للإنسان، فما بالك أمور أخرى كما سأحكي لكم الآن. الناس أخي الفاضل، الناس في اليمن تموت جوعا، وأنا شاهد على ذلك. الناس تموت جوعا، هناك بعض الناس يصل بهم الحد إلى الانتحار بسبب الجوع، يصل من الجوع لا يستطيع الصبر فينتحر، وهذه موجودة في كثير من المناطق الموجودة في اليمن، كما سأحكي لكم ببعض التفاصيل وببعض الشواهد. وما زلت حتى يعني أتذكر حتى بعض الأسماء لبعض الأطفال وبعض البنات الصغار، ما زلت أحتفظ بهذه الأسماء. نعم، هي كارثة إنسانية. يعني في 2023 تلاحظ أو تشاهد هذه المشاهد، يعني العقل لا يمكن أن يتصور. صحيح، أنا لو تكرمت، يعني أنا أول ما دخلنا أخذونا المجموعة التي ننسق معها، أخذونا إلى منطقة مأرب إلى مستشفى الأمومة والطفولة. والحقيقة هذا المكان الذي ذهبنا إليه وكأنه الصدمة الأولى، فصدمنا لهول الوضع، لهول ما رأينا. الناس مكدسة في فوق بعضها البعض. لك أن تتخيل أخي الفاضل أن مأرب عدد سكانها 300,000، فأصبح عدد سكانها 3,300,000 بسبب النازحين. فكل يوم هناك نزوح يومي. وأين يسكنون؟ يعني يجدون في الصحراء، لا ماء ولا إيواء ولا أي شيء، تحت الشمس. فلما أخذونا إلى المستشفى فمناظر حقيقة مناظر مؤلمة جدا. الناس تموت يا رجل، الناس تموت بالجوع وبالأمراض وغيرها. ثم أخذونا إلى المكان الذي شخصيا لن أنساه أبدا، أخذونا إلى جناح سوء التغذية، وأنا شخصيا لا أسميه سوء التغذية ولكن جناح عدم التغذية. فرأينا مناظر أرجو من الله أن يغفر لنا ويغفر للأمة، لأن مناظر مؤلمة جدا. هؤلاء الأطفال يموتون بسبب بسيط هو الجوع. تكلمت مع المدير المستشفى كيف وصل الحال إلى هكذا أمور، فيقول بأن المنظمات الدولية عندها عهود وعندها يعني أمور يجب أن تفي بها، ولكن للأسف لم يصلها شيء. فنحن كشعب جزائري تكفلنا بهؤلاء الأطفال، وهذه هدية من الشعب الجزائري إلى إخوانه، تكفلنا بهم وبمن يأتي من يعني من بعدهم، ونرجو من الله القبول. زرنا المستشفى الكبير، مستشفى منطقة مأرب، يعني كارثة، وعندنا الصور وعندنا الفيديوهات.
ترى بعينك. ما زلت أتذكر بنت صغيرة تسمى رملة. أكيد أنه المشاهد لا يمكن للعقل تصورها، وخاصة إذا لامست الجانب الإنساني. فهذه رملة صاحبة 9 أشهر في لحظاتها الأخيرة، يعني في حالة الغرغرة، ووالدها كان في الرواق. فلما شاف نحن كجزائريين نحمل العلم الجزائري على 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 يعني على القلب، فلما شاف العلم الجزائري كان يعتقد باننا اطباء. فجانا مهرولا ويترجانا ان ننقذ ابنته التي يعني ستفارق الحياه في اي لحظه، وهي عينه بسيطه من مئات الحالات التي تعاني من سوء التغذية، تعاني من الجوع، تعاني من الحرمان، تعاني من توفر أدنى الشروط الصحية. وهناك كثير من التحديات، ليس فقط الأكل بل أدنى متطلبات الأمور. المستشفى الذي من المفروض 300,000 يصبح عندك 3 ملايين، كيف يتصرف كيف يعني مسؤولية فوق طاقتهم. وما زالت تلك الصور المؤلمة تجول بخاطري، وإن شاء الله كما في نهاية هذا اللقاء سنقول للشعب الجزائري ماذا سنقوم به تجاه إخواننا في فلسطين. إذا سمحت، النقطة الثانية في زيارتنا لليمن كانت إلى المخيمات، وهذه هي النقطة التي أتعبتنا كثيرا. نحن اتفقنا مع أخي عبد الوهاب الذي شاركني في هذه القافلة بأننا لن نذهب إلى أي مكان إلا إذا أخذنا هدية الشعب الجزائري معنا. لا نريد أن نذهب لكي نتفرج أو لكي نتصور ونتألم ونرجع، ولكن لابد أن نعطي شيء لهؤلاء الناس. فأخذونا أول مكان أخذونا إليه مخيم، كان مخيم للأرامل. صور يسكنون في صحراء، يفتقدون إلى الماء، يفتقدون إلى أدنى متطلبات الحياة. وأقول لكم بكل صدق، هذه الظروف أكرمكم الله ممكن حتى الحيوانات يرفضونها، وأعتذر ربما على هذا المصطلح. فوجدنا هؤلاء النسوة الأرامل في أمس الحاجة إلى المساعدة، فأكرمناهم جميعا، وأكرمنا الأطفال الصغار وأكرمنا البنات الصغار، وأدخلنا السعادة بالشيء الذي استطعنا به. وزرنا كذلك مخيم آخر، مخيم لأصحاب الاحتياجات الخاصة وللجرحى، يعني كارثة بأتم معنى الكلمة. نحن اتفقنا على أن هدية الشعب الجزائري تكون عبارة على المواد الحياتية التي يعيشونها، لأن هؤلاء العائلات، وقد يبدو لك ذلك غريبا، هم لا يذكرون آخر مرة طهوا، يعني آخر مرة طيبوا لا يذكرون ذلك. من أين يطيب؟ يعني ليس عندهم ذلك. فباتفاق مع صديقي، مع أخي عبد الوهاب، أعطينا لهم يعني سلة غذائية محترمة جدا، فيها البطاطا، البصل، الفلفل، الطماطم، متطلبات الحياة، وكذلك الفاكهة، التفاح والموز وغيرها. خلي الشعب يأكل، خلي الناس يعني يتنفس. نعم، لما شاهدوا هذه المواد كيفاش كان التفاعل؟ هذا سؤال فيه. وكذلك دجاجة، يعني في فكنا لما نفتح في العالم الجزائري، نعم، فاللي نعطوا له يشهد الله أن أي امرأة نعطيها تبكي فرحا وتدعو للجزائر وللشعب الجزائري، لأن هذا المنظر بالنسبة لها لم تره من زمان، حلم بالنسبة لها. فنفتح لك قوس كذلك، هنا امرأة أعطيناها الكرتونة وقلت لها يا حجة هذه هدية الشعب الجزائري لكم، فبكت ودعت للجزائر وللشعب الجزائري. والحمد لله أن ربنا عز وجل اختارنا ونكون من الجزائر. هذا شيء نعتز به، وأينما نذهب نحمل معنا العلم الجزائري الذي نعتز به ونفتخر ونقول عاليا الحمد لله أننا جزائريين. والشاهد أن هذه السيدة قالت لي أنتم ضيوف عندي، بالرغم أنها هي في مأساة، ولكن الكرم اليمني قالت لي أنتم ضيوف عندي. فهذه كذلك اللقطة التي لن أنساها أبدا. ذهبنا إلى أكبر مخيم اللي فيه حوالي 200,000، فنفس الشيء أعطينا كذلك هدية الشعب الجزائري، وطلبنا منهم قائمة تلاميذ الابتدائي لعلنا نكرمهم إن شاء الله في الدخول الاجتماعي باللباس المدرسي وبالمحافظ وبما نستطيع أن نكرمه. المحطة ما زالت محطتين، المحطة التي بعدها هي الأيتام. نحن في جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية أحد اهتمامنا الكبرى هي اليتيم،
سواء في فلسطين سواء في مناطق أخرى، أينما نذهب نحن نستهدف الأيتام. فكانت لنا تدخلين في الأيتام، كاين هناك مدرسة المفروض أنها لمدرسة الرحمة، مركز الرحمة للأيتام. هذا المركز للأسف الشديد كان عنده بعض الممولين من أهل الخير، ولكن نظرا للظروف العامة التي تعيشها اليمن فأصبح هذا الخير لا يأتي إلى المركز، فمن أين يعيش هؤلاء الناس، هؤلاء الأطفال الصغار؟ وما زلت أذكر ولد صغير يعني اسمه أسامة الخطيب، فالجميع فقد، كل واحد فقد الوالد نتاعو، وهذا فقد والده وأمه، فكان يتيم الأب والأم. وأبدعوا لنا بالشعر على الجزائر وقصائد على الجزائر وعلى حب الجزائر، ويعرفون تاريخ الجزائر ويعرفون قيادات الجزائر، فالحمد لله أننا جزائريين. رحنا إلى المحطة التي أراها بلي هي من أفضل المحطات، وهما الأيتام في هذه المخيمات. فأردنا أن يكون هناك شق نفسي وشق مادي، أن تخرج هؤلاء الأيتام من المخيمات في هذه الظروف اللا إنسانية، الظروف الحياتية الصعبة جدا، أن تخرجهم من ذلك الجو إلى جو آخر. فأتينا بالأيتام إلى الفندق الذي كنا فيه في منطقة مأرب، وفندق يعني متواضع ولكن على الأقل فيه إخضرار وفيه مناظر تسر الناظرين على الأقل. بعد ما شاهدتم تلك الخيام يعني أصبح الفندق هذا شيء عظيم. فكان لهم يعني كان لنا عمل رائع بالنشيد الوطني الجزائري والعلم الجزائري، وأكرمنا كل هؤلاء الأيتام جميعا بهدايا نقدية مالية، وكذلك هدايا للبنت نعطولها العروسة يعني كيف يسمى الدمية، والولد نعطوله ونفرحهم. نفتح لك هنا كذلك قوس فيه ولد صغير، والصورة موجودة عندي، وبالنسبة لي هي مؤلمة على كل، ولكن هي لكي أوصل الصورة منكم ومن خلالكم إلى الشعب الجزائري العظيم، الشعب الجزائري الكريم. هناك ولد صغير، فلما شاف الظرف أعطينا أظرفة فيها مبالغ مالية، فلما فتح الظرف وجد المبلغ، وأعطينا مبلغ يعني محترم جدا. وهذا هو الجزائري، الجزائري لما يعطي يعطي بكرم، لأن هذا هو الشعب الجزائري. فلما شاف المبلغ، ماذا قال لي؟ قال لي هل هذه الفلوس كلها لي وحدي؟ قلت له نعم هذه كلها لك. فقلت له هل أنت فرحان؟ فعانقني وبكى، وأبكى من معه. وبالنسبة إلي هذه اللقطة لن أنساها أبداً، أنك تكون سبباً في إسعاد هؤلاء الأيتام، لأن تعلمنا في ديننا أن اللي يكون مع اليتيم فهو جار للنبي عليه الصلاة والسلام، ففي الجنة في جنة عالية وقطوفها دانية. فكانت لنا لحظات رائعة. هو لما شاف الظرف هو كان من المفروض أنه يذهب إلى أخي عبد الوهاب حتى يعطيه الهدية، فما استطاع، هو أخذ الظرف و هرولة تجاه أمه، لأن أمهات موجودات، هرولة لأمه، يا أمي يا أمي، من شدة السعادة، لأن هذا المنظر هو لم يره في حياته. فالحمد لله على ذلك. المحطة الأخيرة هي محطة أحباب الله وخاصته، وهم محفظي القرآن الكريم. وأقول هنا للشعب الجزائري أن الشعب اليمني بالرغم أنه في ظروف إنسانية متعبة، وبالرغم من الجوع وبالرغم من صعوبة الحياة، ولكنهم ناس مربوطين بالقرآن الكريم، ويحفظون أبناءهم وبناتهم للقرآن الكريم. يعني أنا تشرفت مع أخي عبد الوهاب وذهبنا إلى مركز لتحفيظ القرآن الكريم، مركز الضياء، جمعية الضياء لتحفيظ القرآن الكريم اللي عنده 11 مركز. فمن مقادير الله سبحانه وتعالى بقينا معهم، يعني وجدنا في اجتماع فأعطيناهم مكرمة كذلك باسم الشعب الجزائري. وذهبنا فيما بعد إلى أحد المراكز اللي درسوا فيها القرآن الكريم، وللمعلومة أن هؤلاء الأطفال لا يحفظون القرآن فقط، يحفظون القرآن الكريم والأحاديث والمتون والشعر بشكل إبداعي رائع. وهنا نريد لو تكون هناك إمكانية التشبيك بين جمعيات الموجودة عندنا في ربوع الجزائر التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم، ومع هذه الجمعيات لعله يكون فيها خير، ويأخذ الشعب الجزائري أجر أن تكون خادماً للقرآن الكريم وخادماً لمحفظي القرآن الكريم. وأعطيناهم كذلك هدية باسم الشعب الجزائري حتى يثبتون على هذا، وسنعود لهم قريباً إن شاء الله، عندهم حفل
لتكريم 149 حافظ لكتاب الله، وستكون للجزائر بصمة في هذا الحفل. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن نكون في ذلك الحفل نيابة عن الشعب الجزائري الكريم، الشعب الجزائري العظيم. نعم إن شاء الله. أستاذ، نذهب إلى محور آخر ونتكلم عن النشاط للمجتمع اليمني. هناك نتكلم عن نشاط المرأة، نشاط الأطفال ونشاط الشباب. فقط نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ولنعود. لازلنا نتواصل معكم مشاهدين الكرام، ولازال الحديث يتواصل عن الوضع الإنساني في بلاد اليمن. رفقة ضيفي لنهار اليوم رئيس جمعية الأيادي البيضاء السيد بوزيد شناف، مرحبا بك مرة أخرى. أستاذ، حدثتنا، نقلت كذلك الصورة للوضع الإنساني في بلاد اليمن. في هذا المحور سنتكلم عن النشاط وكذا الأولويات للمجتمع المدني. في البداية حدثنا عن النشاط الأساسي للمرأة في اليمن. سؤال فعلا وجيه. المرأة اليمنية إلى جانب أخيها الرجل تعاني نفس المأساة، ولكن لأن طبيعة الإنسان اليمني أنه يتحمل. نعم. ليس ربما مثل بعض، أنا مثلا زرت كثير من المناطق في الرواق العام الخيري والإنساني، سواء في إفريقيا أو في آسيا أو في مناطق أخرى، ولكن لاحظ بأن المرأة اليمنية تختلف. المرأة اليمنية قوية، عربية. نعم، المرأة اليمنية صابرة، المرأة اليمنية محافظة على الأسرة، المرأة اليمنية تدفع أبنائها وبناتها برغم الجوع إلى القرآن الكريم وإلى الارتباط بالقرآن الكريم. دخلنا إلى بعض المساجد فتجد أنه مليء بالشباب، يعني تجد ظروف المادية متعبة، ولكن ناس ملتزمين، ناس محافظين، ولا يكون ذلك إلا بالمرأة. بالنسبة لي أفق التحرك للمرأة هو محدود جدا، في ظرف، في فقط الخيام في صحراء. ماذا تنتظر من المرأة؟ المرأة هنا هي تثبت الرجل وتثبت الأبناء وتربيهم على أنهم يكونوا مفاتيح خير لليمن المستقبلي. بالنسبة لي للشباب نظرا للظروف المعيشية، فكذلك الخيارات الموجودة عندهم محدودة جدا. لا يوجد هناك، يعني أحكي لك، افتح لك قوس، هناك منطقة نسيت اسمها، هي عبارة على بعض الأشجار في منطقة مأرب، ويتكدس تحتها الناس، لأنه لا يوجد هناك حتى أماكن أين يستطيع هؤلاء الناس أنهم يجلسون أو يشربوا شاي أو لا لا لا, لا يوجد هناك. فالظروف المعيشية ظروف قاهرة، وهذه الظروف القاهرة هي التي فرضت نفسها وفرضت أجندتها حتى على التصور وعلى السلوك وعلى التحركات. فالشباب مثلا يا إما تجده في المخيمات في لا يعمل شيء، أو أنه يذهب إلى تعلم القرآن الكريم، أو أنه يحاول بطريقة أو بأخرى أن يأتي شيئا من القوت إلى العائلة هذا إن وجد. ولكن في يعني في الإجمال الوضع متعب، الوضع تعبان، الوضع كارثي. الآفاق هناك لا أستطيع أن أقول إلا أنها منعدمة، لا توجد هناك خيارات للناس، لا توجد هناك أماكن أين يستطيع هؤلاء أن يذهبوا مثل ما يفرح كل شباب العالم يعني. ولكن هؤلاء الناس الظروف فرضت عليهم أنهم يعيشوا هذه المأساة التي أنا لا أسميها إلا مأساة لم أرى مثلها على الأقل كرئيس لجمعية خيرية. نعم، ربما هذه الظروف تؤثر على جميع المستويات، خاصة الجانب الثقافي أو المستوى الثقافي خاصة للشباب. بالنسبة لي الشق الثقافي ممكن أقول لك أنه نوع من الاستثناء، الجو الثقافي نوع من الاستثناء. لما ذهبنا مثلا إلى هذه المدارس تعليم القرآن الكريم، أو ذهبنا إلى الأيتام، فتجد أن الشاب اليمني مثقف، الشاب اليمني عنده ملكة الحفظ، الشباب اليمنيين يعرفون تاريخ الجزائر، وممكن أنه يعرف بعض المعلومات التاريخية والجغرافية عن الجزائر ممكن أفضل منا. كنت في هذه المدرسة تحفيظ القرآن الكريم، لما أدخل وما أقسام
وأتعمد أعطيهم بعض الأسئلة عن الجزائر وتاريخ الجزائر، وأتفاجأ أن معلوماتهم لا أقول جيدة بل دقيقة جدا. يعرفون تاريخ الشيخ عبد الحميد بن باديس، ويعرفون الثورة الجزائرية، ويعرفون مصطفى بن بلعيد. فتعجبت، يعني يعرف مصطفى بن بلعيد من أين لهم هذه المعلومات؟ لأنهم يدرسون ذلك في برنامجهم التاريخي، لأنه مبرمج في التاريخ. فممكن الشق الثقافي استثناء، فهم ناس مثقفين، حتى الأطفال متكلمين يحفظون الشعر، تجد بيناتهم المباريات الشعرية فيما بينهم. فالشق الثقافي ممكن هو استثناء، ونقول بأن اليمني إنسان مثقف، إنسان مطالع، إنسان متكلم، إنسان مربوط بثقافته، محب لوطنه. خاصة أن اليمن أخي الفاضل في هذه الظروف التي أحكيها الآن للشعب الجزائري، اليمن بلد جميلة جدا جدا جدا. شفنا بعض المناظر في الطريق، جنة الله على الأرض حقيقة، مناظر خلابة جميلة. وهذه المناظر الجميلة الخلابة هي التي تؤثر على العقلية اليمنية. تجده دائما مبتسم، اليمنيين دائما مبتسمين، دائما متفائلين برغم هذه الظروف، ولكنه شعب متفائل ويقول بأن القادم أفضل والقادم أحسن إن شاء الله. وعلى عكس ما تتكلم عنه، لو نشاهد في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر شاشات التلفزيون ما تروج له عكس ذلك، نرى مشاهد شاحبة، نرى أناس يعني بلباسهم الرثة، وحتى المناظر مناظر مثلا صنعاء ومدن قريبة كلها شاحبة. الحقيقة حتى أوضح هذه النقطة، نعم. المناظر الشاحبة هي فعلا موجودة. ولكن في المخيمات في المخيمات وفي القرى وغيرها، لأن الناس تهرب من المدن، تنزح من المدن بنحو المناطق الآمنة لهم. والمناطق الآمنة عادة هي المناطق الفارغة، الصحراء، الجرداء التي ليس فيها شيء. وهنا أنا يعني ذكرتني في نقطة مهمة جدا، نحن في جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية نحن نستهدف الإنسان أينما يكون الإنسان في أمس الحاجة، فنحن نكون معه وندعمه بدون الدخول في المهاترات وتلك الصراعات، لأن ليس هذا أمر لا يعنينا وليس من أولوياتنا ولا نريد أن نعرفه. نحن هناك إنسان يحتاج إلى مساعدة، نحن نكون معه ونعطيه هدية الشعب الجزائري. يعني رابطكم هي رابطة الإنسانية فقط. رابطة الإنسانية حتى في إفريقيا، وقد تتعجب لذلك. في إفريقيا لما ماذا نحفر الآبار، ونحن بفضل الله عز وجل حفرنا مئات الآبار في إفريقيا، وأنا أعي جيدا الرقم، مئات الآبار في إفريقيا. في إفريقيا مثلا تجد عائلات يعني متناثرة، فلما نحفرهم البئر فتأتي هذه العائلات ويكونوا قرية صغيرة وتصنع من الحياة. ولكن هذه القرى ليس كلهم مسلمين، فتجد المسلم وتجد النصارى وتجد اللادينيين وغيرها. فهذا البئر يستفيد منه المسلم، أنا دايرون المسلم أولاً وأخيراً، ولكن يستفيد منه غير مسلم، ولا ربما ذلك الغير المسلم بكم يصبح مسلم. نحن شاهدنا بفضل الله عز وجل في إفريقيا، وإن كان هذا ممكن موضوع آخر، شاهدنا وحضرنا كثير من الحملات الدعوية في إفريقيا، حيث يدخل كثير من القرى إلى الإسلام طواعية وجماعيا، وهذا كذلك فضل من الله عز وجل. ولأن يهدي بك الله امرئا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من الدنيا وما فيها، وخير لك من حمر النعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا موضوع آخر. أما في اليمن، اليمن يعني بلد جميل يعاني، وإن شاء الله القادم أفضل والقادم يكون أحسن إن شاء الله. بالنسبة للأولويات كما تفضلت في بداية السؤال، بالنسبة للأولويات لليمن هناك خمس أولويات، وهي الخمس الإشكالات الموجودة، وهناك هي خمس الأولويات. نحن كمسلمين تعلمنا بأن كليات الشريعة الإسلامية خمس: رقم واحد حفظ الدين، ورقم اثنين حفظ النفس. إخوانكم في اليمن مفتونين في دينهم ومفتونين في أنفسهم بغض النظر على الثلاثة الباقية. فنريد أن نكون
عونا لإخواننا على الأقل أن يحافظوا على 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 دينهم، لا يفتن في دينه، لا يفتن في دينه، لأن ربنا عز وجل يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعم من جوع وأنم بخوف. يعني صعب أن الإنسان يكون ما هو آمن الأمن ولا الجوع من الجوع وأنه يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. فتثبيت الناس على العقيدة أنه لابد أن القوت اليومي وهم صابرين. وأقول لو كانت الظروف التي يعيش اليمن مع شعب آخر ممكن لكانت قصة تراجيدية أخرى، ولكن شعب يمني شعب جلد وشعب صابر ومحب لوطنه، ولذلك أولى الأولويات هي المأوى. هؤلاء الناس يحتاجون إلى 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 المأوى، لأن الناس تعيش في خيمة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، فلا تقيم لا من حر الصيف ولا 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 من برد الشتاء، لا فيه ماء ولا مراحيض ولا أما أن يأخذ الإنسان دوش أو غيره، هذا حلم بالنسبة لهم، أين وكيف. فالناس عايشة في، ولكن الله المستعان. النقطة الثانية هو التعليم. التعليم مهم جدا، التعليم، لأن لاحظنا بأن المدارس مغلقة وهؤلاء النازحين يدرسون في العراء، في العراء، والمعلم تحت الشمس ويدرس هؤلاء في العراء، حتى شجرة ما كانش تقيه من 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 في الظل، يعني وكارثة إنسانية. ولذلك التعليم بالنسبة لهم أولى الأولويات. لو يدخل الجهل إلى المجتمع اليمني ستكون كارثة مضاعفة، ولذلك بعد المأوى هناك التعليم. القضية الثالثة وهي الصحة. لما يكون هناك تكدس للنازحين، الدولة اليمنية لا تستطيع أن تلبي احتياجات الشعب اليمني، لا تستطيع، وهذه هي الحقيقة. ولذلك كما ربما ستكون في آخر التدخلي، نحن عندنا نية أن ندخل إلى اليمن بوفد طبي، ربما سنتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله، ولكن الأمور الصحية وهو أحد الأولويات المهمة جدا، ولو بالحد الأدنى. هم لا يطالبون بالعمليات الجراحية، هم يطالبون بالحد الأدنى الذي يحتاجه الإنسان حتى يبقى على الحياة. ثم التغذية، فالتغذية كذلك مهمة جدا، وأعتقد بأن الوضع على الأقل في المخيمات وأكبر منا، حتى نكون صراحة أخي الفاضل، لا نقول بأن جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية ذهبت وقضت على المشكل، نحن لم نقضي على المشكل، نحن اجتهدنا أن نخفف ولو بالشيء البسيط لمعاناة إخواننا، ولكن يري هذا الأمر يتطلب تدخل أكبر منا، مجتمع مدني أو دولي أو غيرها، حتى نكون عونا لإخواننا. وآخر شيء هو الحماية، والحماية مهمة جدا. الإنسان لما يكون مستهدف في حياته وغير محمي، فأكيد أنه لا يعيش تلك الراحة التي يجب أن تكون لكل إنسان في بلده. إذن المأوى والتعليم والصحة والتغذية والحماية هي أولويات إخواننا اليمنيين، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكرم الشعب الجزائري أن تكون له بصمة في هذه الأولويات. نعم، الرحلة الأولى أكيد اكتشفتم الكثير من الأشياء، وقلت أنه هناك رحلة إغاثية ثانية. ماذا ستحمل من جديد الرحلة الإغاثية؟ بارك الله فيك. جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية، خاصة بعد ما رأينا هذه المشاهد والتي اجتهدت أن يعني ربحا للوقت أن أوصل الرسالة إلى الشعب الجزائري. ولكن أيها الإخوة، أيها الأخوات، يا من يعني تشاهدون صوت الجزائر في قناة الأنيس، عندنا خيارين. لما تشوف هذا الوضع الكارثي عندك خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول أنك تبكي وتتأثر وتتعاطف وتقف على الأقوى وينتهي دورك. نعم. الخيار الثاني أن تترجم هذه العواطف وهذه الآلام وهذه الدموع وغيرها إلى مشاريع على الأرض، فتكون إنسان إيجابي. فبدل أن نلعن الظلام بالبداية نشعل شمعة. نعم. والمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وهذا واجب شرعي وواجب منطقي وواجب عروبي، سميه مثل ما تسميه، ولكن نعم. يجب أن نتدخل. نحن بإذن الله عز وجل عندنا نية، بعد ما زرنا كذلك السيد السفير اليمني في الجزائر جزاه الله خيرا، الذي قدم لنا
ما استطاع أن يقدم له يقدمه لنا من إعانات ومن نصح ومن توجيه ومن مساعدات، الله يجزيه الخير إن شاء الله، وحق له لأنه يتكلم على 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 وطن. نحن سنرجع بشقين. الشق الأول مبدئيا وهو الوفد الطبي. نحن بفضل الله عز وجل في جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية عندنا وفد طبي فيه أغلب التخصصات، يقود الدكتور الفاضل الرائع المميز كمال قريشي، اللي من خلالكم انتحيه، لأن لما كنت في اليمن هو من اتصل وقال لي يا شيخ أنا مستعد نروح لإخواني إلى اليمن. فهذه ردة الفعل، هو ردة الفعل العادية للجزائري اللي عنده النيف اللي الذي تحمل هذه الأنفة أنه يكون إنسان إيجابي، وكان يستطيع أن يبقى في الكليماتيزور ويبقى في عيادته. صحيح، لكن هذا طبع الجزائري. هذا هو طبع الجزائري. صحيح. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة. فنريد أن نأخذ معنا إن شاء الله وفد طبي يكون فيه كل الاختصاصات، وهناك تنسيق مع وزارة الصحة في اليمن، ولن نكون وحدنا. أنا قبل ما نأتي إلى قناتكم المميزة كنت مع جمعية العلماء المسلمين. نعم. الذين أعطونا كذلك الموافق أنهم يكونوا معنا في عمل خيري في اليمن، وقس على ذلك كثير من الجمعيات. وأعتقد أن الجزائر لن يتخلف، وين يكون أين يكون هناك مكان يحتاج إلى الجزائر، في الجزائر لن تتخلف. فإن شاء الله يكون معه في طبي ووفد إغاثي نستهدف فيه الأيتام والفقراء، ونخفف ونعين بما نستطيع أن نعينه، خاصة بعد ما أعطينا وعود لهؤلاء الناس محفظي القرآن الكريم والدخول المدرسي. وبدأنا نحن كجمعية بالاتصال مع شبكة علاقاتنا مع المحسنين وأكثرهم، وإذا كان ذلك ممكن سنأخذ معنا بعض من المحسنين. المحسن أضعه مثلا المستشفى الذي كلمتكم عنه، واللي فيه الأطفال سوء التغذية الذين يموتون جوعا. صدقوا أو لا تصدقوا بأن السقف بتاعه من الحديد، من الزنك مثل ما يقولون، من الحديد، بمعنى أنه الجوع من تحت وحر الشمس من فوق، خصوصا طبيعة اليمن يعني حارة جدا. أنا لما ذهبت كانت درجة الحرارة في ذلك الوقت يعني تقارب 40 درجة منذ حوالي 4 أسابيع أو 5 أسابيع، فحر كبير. فالخلاصة نحن نريد أن نكون أيادي خير لإخواننا في اليمن، نريد من خلالكم من خلال هذه القناة الأنيس ومن خلال صوت الجزائر أن يتحرك الضمير الجزائري، وأن تعطونا أيها الأفاضل أيها المستمعين أيها المستمعات، تعطونا أياديكم وتعطون قلوبكم حتى نكون فعلا أيادي خير ليمن الخير. هذا اليمن اللي تربطنا به العقيدة، هذا اليمن الذي في معاناة كبيرة، هذا اليمن الذي يرجع يعني ينتظر في الجزائر. وليس سرا أقوله على المباشر، يعني ليس سرا اليمنيون لما يشوفونا ونحن حاملين العلم الجزائري في اليمن، في قرى اليمن وفي مداشر اليمن وفي شوارع اليمن، ويروا العلم الجزائري الذي نحمله في على قلوبنا والراية التي نحملها، يفرحون ويسعدون، ينتظرون الجزائر، يقولوا نحن كدنا نغسل أيادينا إلا في الجزائر، نريد الجزائر تكون معنا. وقلنا لهم بأننا سنوصل صوتكم إلى الجزائر. فأيها الجزائريون، هذم إخوانكم في اليمن يريدونكم ويريد أياديكم البيضاء وقلوبكم البيضاء. ومثل ما دائما نقول، نحن في جمعية الأيادي البيضاء ورايتنا هي سعدك فعل خير. جمعيتنا موجودة مقرها في بئر توتة بالعاصمة. إلى كل من يريد أن يتواصل معنا فقط اكتب جمعية الأيادي البيضاء الجزائرية. نعم. في الانترنت وستجدنا، وسنرحب بك، وإيدك وإيدي، ونعمل الخير ونتقاسم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فآخر ملاحظة، اتصل بي أحد الإخوة. نعم. جزاه الله خيرا، ألتقي به دائما في العمل الخيري والإنساني، ينتمي إلى دولة مطبعة عربية مطبعة، وقال لي يا ليتني كنت جزائريا. قال لي يا ليتني راني جزائري كما أنتما، يا ليت أولادي يعيشوا في الجزائر حتى يأخذوا هذه النخوة وهذه. فنحن نعتز بأن ننتمي إلى الجزائر، نعتز ننتمي إلى دولة يقول رئيسها بأنه مع فلسطين ظالمة مظلومة، رئيسها الذي رفع الراية عاليا بأنه القضية الفلسطينية لا نقاش فيها. فنحن نعتز بذلك، فالحمد لله أننا جزائريين، والحمد لله أننا جزائريين، والحمد لله أننا جزائريين،
ونرجو من الله لنا ولكم القبول وحسن العون وسعدك فعل الخير. مشكور جدا سيد بوزيد شناف رئيس جمعية الأيادي البيضاء على هذا الكلام الجميل وعلى نقلك للصورة الحية من بلاد اليمن. وأنتم مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذا العدد، نلتقي في عدد جديد مع موضوع جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.